السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد وفكره جديده. فيديونا نهار اليوم ولا الفكره ديال نهار اليوم من ابسط واسهل ما يكون، ورغم البساطه ديالتها، يعني حيت علاش نقول بسيطه؟ لان ما كتطلبش شي مواد اللي هي كثيره بزاف ولا الفلوس كثير، وممكن ناخذوه كمشروع نخدمو به. يعني غادي تتبعوا معايا وغادي تعجبكم الفكره بزاف. ديجا انا خدمه بها الحمد لله. الوغ غادي نحتاجوا لهذ الفكره هذه، غادي نحتاجوا اما القبص يا اما السيمه بيضاء اللي عجبكم تخدموا بها. انا عندي السيمه بيضاء شاريه خنشه ديال 5 كيلو، وعندي القبص دونك اللي متوفر لكم. وغادي نحتاجوا دي مول. الوغ اما نحتاجوا هاد لي مول هادو كيف تشوفوا، هاد لي خميسه، هادي دوغا، هادي الكسيوه ديال لي بيبي. اما نحتاجوا هادو كيديروا 5 دراهم الواحد، يا اما غادي نحتاجوا هاد لي مول ديال السيليكون كيف كتشوفوا. ديجا انا حيت خادمه بهم داكشي كيبان لكم البيوضه من الداخل. هادي على شكل كسيوه، هادو على شكل بليغات. مهم كيف ما توفر لكم غير هادو الا استعملتوهم في الاشغال اليدويه، يعني انساوهم انكم تدخلوهم للكوزينه. هنايا غادي نحتاجو كيف قلت لكم مول، سمه بيضاء، ولا غادي نحتاجو القبص. راه ماشي الحليب ديال الدراري الصغار، القبص اللي دايره انايا هنايا، حيت كيعجبني نبقى ساده عليه، لان القبص مع المده تيبرد. دونك il vaut mieux نديرو فشي حويجه هكايا ونشدو عليه مزيان، ولا في ميكا ولا اللي بغيتو. دونك غادي نحتاج الماء، غادي ناخد ان غوبلي، نختار هذا ماشي مشكل، وغادي نخلط بشويه. دونك انايا ملي كنبغي نخدم مثلا الى عندي شي كوموند، ولا عندي انا شندير صراحه، لانني كنخدم انا بزاف كيعجبني السيمه بيضاء. علاش السيمه بيضاء؟ لان ما كتنشفش دغيا، وكتعطيك المساحه ديال الوقت في انك غادي تخدم. باغ كونطخ القبص دغيا كينشف، وبالاخص الا كان الحال سخون، دغيا تينشف. دونك غادي ندير انايا شويه القياس هنايا، تخلطوا شويه بشويه، وما ديروهش اون بات اللي تكون غليظه، ديروه شويه يكون جاري. صافي غادي نخوي من الكوبلي ديريكتومون، سينو نقدر نهز بالمعلقه ونمشي كيف ملي كنصاوبو شي حليوه هكايا وكنبقاو غاديين تنخدمو. دونك هادي هي الطريقه اللي غادي ندير انايا هنايا، غادي ما كنعمر في لو مول ديالي. دونك هنا لو مول ما محتاجاش انني لا ندهنو ولا حتى شي حاجه، انا كنحاول نضرب هكا شويه لو مول ديالي باش يعني يمشي ليا كاع في البلايص هذاك القبص اللي خلطت. هنايا درت شويه كتير، فوالا هكايا نضربو. منها كنخرج كيف قلت لكم لي بولدير، ومنها تنساوي السطح ديال هذيك الخدمه اللي انا اللي خدامه فيها. هنا تقريبا بقاو شي ساعه ديال المكانه، كاين اللي نشف كاين اللي ما نشفش، والقبص هو دغيا صراحه ما تيقبطش الوقت في النشوفيه. دونك غادي نبدا كنحيدهم من المول ديالهم، شوف كي ساهلين كيتحيدوا، ولكن واخا تحيدوا مازال شي شويه تيبانوا على انهم مازال شي شويه خاصهم مازال شي شويه ينشفوا، يعني ينشفوا في القلب ديالهم ماشي ينشفوا غير. نحاول نقلب هكايا، هيا هادي طاحت نشفات، نمشي معاهم غير بالعقل وبشويه نخرجهم حتى هادي هي تحيدات. دونك انايا ديجا عندي وحدين موجودين، هادو غادي نخليهم مازال شي شويه ينشفوا، بغيت غير نوريكم بان راه تيتزولوا فاسيلمون من لومول، ما تخافوش عليهم حتى ولو ما زيتوش لومول ديالكم راه ما تيوقع والو، غير يتزولوا. انا ديجا عندي هنايا موجودين، عندي الكريرصا، عندي العود، عندي الخميسه، عندي هاد دوغا، فهمت؟ تصوبوا الشكالات اللي بغيتو، تقدو تصوبوهم بالقبص لو كوغ، هادو ديال البليغات. دونك تتصوبوا الغرق والعجب منهم،
صوبوا هاد الوريضات على هاد الشكل هكايا. المهم على حسب نتوما كيف ما بغيتو. دابا وصلنا للمرحله الزوينه اللي كتعجبني بزاف، هي مرحله ديال التلوين وديال التصباغه ايوا ارا برا. غادي نحط عليه غناخذ وحده وحده من كل موديل غير باش تشوفوا ياك. سواء كتصبغوهم بسبراي هاد الرشاشه، كاينين الالوان اللي بغيتو بلارجونتي بالدوري، يعني بالشيبي كيف ما عجبكم، سواء تصبغوا بلي بانتور اكريليك اللي ما فيهمش الريحه، هادو نورمالمون خاصكم ترشوهم وانتم يا في بالكم فهمتوا. هكايا دونك انايا ما غاديش انا بغيت غير باش نوريكم. ديجا عندي وحدين ديجا مصوباهم، كيف قلت لكم كنصوب واحد المجموعه وتنخليهم حتى كتكون عندي ان كوموند، عاد كنشوف اللون اللي غادي نقدر نصبغ به. دونك غادي نجبد لا بواطه ميستير ديالتي. دونك حاجه قبل ما غادي نوريكم اشنو اللي عندي في لا بواط، هاد الا ما بغيتوش مثلا تخدموا بالكابس ولا تخدموا بلا بات فليكسيبل صوبوا بها، هي ملي كيخرجوا من لومول تبقى عندنا لو موديل تبقى عندنا فليكسيبل فهمتي، ماشي بحال هذه هذا ملي كنخرجوه تبقى يعني قاصح. هذا مثلا الا طاح وزق من يديك ممكن يتهرس، باغ كونطخ هذا الا طاح من يديك ما يتهرس ما يوقع له حتى شي حاجه. غير دابا حنا كنقلبوا على مشاريع اللي ممكن نخدموا بهم ويكونوا يعني راس المال ديالهم يعني ما ماشي غادي نخسروا فيهم الفلوس بزاف. هادشي علاش دونك هادي حيت كدير 60 درهم لا بواط، ماشي بحال غادي ناخذوا كيلو ديال القوس ب 30 ريال ولا ب 40 ريال. الوغ خليني نوريكم اشنو عندي في لا بواط اميستير ديالتي. تلا انا غنبداو بالخميسه. دونك الخميسه تصبغوها باي لون نتوما يا بغيتو، يعني كيبقى هذا الاختيار ديالكم ولا على حسب لا كوموند اللي عندكم اللي باش غادي تخدموا ياك. الوغ بالنسبه للكريريسا، بالنسبه لهاد الكريوسه هادي سواء غادي يعني تخليوها يعني بالدوغي هكايا كلها لون واحد الا بغيتو، ديروها بالدوغي، تقدروا ديروها هكايا بالدوغي وبلو روز من الفوق هنايا. المهم تبقى كيف قلت لكم، انا غادي نعطيكم افكاري اللي انايا باش نخدم وانتم يا كيبقى ديك الساعات على حسابكم انتم يا. الو خليني نوريكم بالنسبه للو شيفال. الو لو شيفال حتى هويا كيف ما عجبكم هنايا. ديجا لو شيفال عنده واحد لو بتي بابيون هنايا، هذوك لو بابيون سوا تاو اما تصبغوه ثاني بالبلو سيال كامل وتصبغوا العاود بالبلو سيال وديروا البابيي بالدوغي، ولا ديروا لانفيرس تصبغوا العاود بالدوغي هنايا ترس لي هذا، ولا ديروا العاود بالدوغي وفي التالي ديروا البابيون ديالو في شي لون. انا هنايا درت له الصقلي، هاد هادو ديال الصقلي، تختاروا اللون اللي بغيتو وديروا هذاك الصقلي الى بغيتو الصقلي. الو غادي نجيو للكسيوات الاخرين اللي حنايا بحال عاود صوبنا، هما هادو. الو هادو انايا هنايا درتو بلارجونتي ومن الفوق درت له الهوليغرافيك، يبان لكم بانه تيبرق. الهوليغرافيك هو هذا اللي هنايا، ودرت هنايا حجيره في الوسط. كاين هكايا تصبغوه لون واحد وديروا ثاني حجيره، ديروا هنايا لانفيرس ديالو وديروا هذيك البابيون الداخلانيه تصبغوها وديروا قلبها حجيره، ديروا بالدوغي وديروا هذيك بالشيبي من الداخل، تصبغوه بلو روز على حسب لو تام، تخليه غير سامبل كيبقى ثاني الاختيار ليكم نتومايا. الوغ غادي نجيو للكسيوات، الكسيوات اللي صوبنا الكسيوات اون غولييف، هادو ماشي صوبناهم كانوا عندي هادو ديجا. الوغ هنايا كيف تتشوفوا يعني عندي بزاف ديال دايره لون واحد وديرها فيه هنايا لاباتين بالدوغي، نخليه لون واحد وندير ليها الحزيم ديالها بلي ستراس. هنايا درت هاد لا كولور هذا ايبريد ميتاليك باش عطاتني هذيك لا بريونس. هادو معاودين غادي نوريكم الاخرين. كاينين عندنا هنايا درت ليها الحجر هنا في التحت والفوق درت ليها ان بيتي كولي كيف ما بغيتو نتوما يا تخدموا بهم. وصلت للبليغات، البليغات هنايا ديروا ليهم يعني هذاك الصقلي، هنايا الصقلي غليظ
ديروهم في لارجونتي ولا ديروهم في لو دوري ياك، سينو تخليوهم هكايا خضرين وديروا غير لاباتين فيهم دونك حتى هذا الشكل. سينو نصبوها ديروها فيها عقيده في الوسط، ديروا ان تي بونبون، ديروا حجيرات بحال هذا الشكل هكايا. ثاني ممكن ديروا حجيرات على هذا الشكل هذا هكايا، ديروا سطخات في الوسط. دونك ساليت ممكن تزوقوا كيف قلت لكم بهاد النجيمات هادو حتى هما كيتباعوا، عطى الله باش كي باش ممكن تزوقوا. علاش قلت لكم هادي المرحله اللي كتعجبني بزاف لانك تقدر تبدع فيها بزاف بزاف بزاف. حاجه واحده اخرى نقدر نخدم بالفيلفيت باودر، هاد الفيلفيت باودر هي واحد الغبره ندير ليها لاكول ديالتها ونديرها من الفوق، غتعطيني واحد لا تيكستور مخمليه، غتعطيني بحال انا دايره بحال هاد الحويجات هادو راه ديال المبره، ملي دوز يديك من الفوق تحس بالمبره. انا دابا غادي ندوزو المرحله ديال التزيين. دونك اللي بغيتو الا عندكم البرنتك ممكن ديروا البرنتك في اللون اللي بغيتو، هذا اللي كتشوفوا ما عرفتش اش كيبان لكم فيه واحد اللمعه، لانني كناخذو حتى الاخر وكندير عليه هاد لي سبراي هكايا باش كيعطيني تيلمع ما يجيش غير مات سامبل. دونك ديجا انا قطعت منه واحد الطرف. دابا هادشي اللي كنهضر على لا ريكوبيراسيون، شي حاجه عندنا موجوده في الدار، سينو تمشيو تشريو بحال هادو اللي ما كيتباعوا. انا هادو كانوا شاطوليه الا عقلتو من التوزيعات ديال الشوكولا اللي كنا صوبنا، دونك شاطوليه. غادي نوريكم شي وحده فيهم، هنا يعني جوج الالوان عندي السومون ولا الدوغي وعندي الغوز. الو غادي ناخذ لو دراجي، لو دراجي ما عنديش في نفس اللون، عندي غوز مي معليش غادي ندير الغوز ماشي مشكل، غادي ناخذ لو دراجي غوز. كيف قلت لكم انا بغيت نعطيكم غير فكره وانتم من بعد ديك الساعات راه غادي تمشيو تصاوبوها كيف ما بغيتو. الو غادي ناخذ هذا وغادي ندير ثلاثة ولا أربعة ديال ديال الدراجيات. دونك صافي كناخد هادي اللي هي دوري تجيني اللون في اللون، غناخد فينا هي اللي فيها الغوز واخا سي با لو ميم غوز، ونجي وغادي نلصقها هنايا بلاكول اسيليكون تكون عندنا موجوده، وحاولوا ما توصلوش السيليكون لي دراجي ديالنا. دونك على هاد الشكل هكايا فوالا، وهادي هو الشكل اللي كيجي. دونك كنتمنى انني ما نسيت حتى شي فكره باش نقولها لكم. كنظن حاجه يعني الا بغيتو نوريكم كيفاش تصوبوا هاد الحروف هادو ديال الفرشي اللي هما ساهلين حتى هما اللي تقدروا تاخذوهم مشروع، نقدر ننزلو لكم في الفيديو الماجي. دونك يمكن يجيكم لا فيديو طويل، ولكن لانني بغيت نوصل لكم يعني اكبر قدر من المعلومات ومن الافكار اللي غادي يديروهم. كنتمنى انكم ولا كنتمنى انني نكون فدتكم شي شويه بهاد الافكار اللي قدمت لكم في هذا الفيديو هذا من استغلال الفيما ولا القبس باش غادي نصاوبوا لي بورت دراجي. دونك كيف تشوفوا هنايا تختاروا لو تام كيف ما بغيتوا، انا بغيت نوريكم غير انكم ديروهم هكاك في لي دراجي. مثلا الا كنتوا غادي تصاوبوا ان بوفي ممكن تحطوهم في هكايا تلصقوهم، كيف شو انا لي كادر اللي عندي ديال التصاور دايره فيهم لو تام ديال العود، دونك جيت ولصقت فيه العود في الجناب ديالو. ممكن نلصق فيه هذاك الهلال، هادو مازال ما ملصقاتهمش كيف كتشوفوا. دونك على حسب لو تام اللي انا غادي نخدم به هو اللي كي يخليني انني نشوف اشنو اللي غادي نصاوب فيه، يعني لو تام كامله. هنايا هادو ديال السماح حتى هما ياك صوبتهم، غادي تلقاو لا فيديو عندي في فلاشين صوبتهم بالمول ديال السيليكون بحال هكايا. هذا الشكل ديال البنيات يعني لو تام ديال لي في، سوا ديرو غوز موف ولا صفر راه كيمشي هكا وهكايا. عندك هادو راه ماشي حليوات راه ثيمة. دونك درت نفس الشكل في الكادر بلا باتين دوغي القران كلشي. الا بغيتو نتقاسم معكم كيفاش ممكن تغلفوا القران بسكاي ولا بسيميليكوير ممكن نديروها فيديو يعني مستقبلا ان شاء الله.
اللي بغيتو. كاين هاد لو تيم بيبي هكايا حتى هو ممكن تصاوبوه. كيف تشوفوا انايا كنت ملصقاه هنايا، هادو كنصاوبتهم في السبوع ديال ويف. هادو لي موديل اللي ممكن نخدمو. هنا هاد لا لتر ال اللي بالفرشي، يعني ممكن تصاوبوها بالفرشي، كيف ممكن تصاوبوها البابي كريبون اللي كنا يعني حتى هو لا فيديو ديالو راه غادي تلقاوه عندي فلاشين. يعني هذا على حسب الا كنتو غادي ديروا ان بوفي. كنتمنى هذه الفكره المشروع يعني انكم تعجبكم وديروها، لانه ما كتطلبش منا واحد راس المال كبير.